صباح الخير مشاهدينا، نجدد لكم تحيتنا الصباحية عبر برنامجكم اليومي صباح الشرقية. اليوم صباحنا مختلف ويحمل الكثير من الموضوعات اللي بنناقشها مع ضيوفنا. والحين مشاهدينا خلنا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. المضادات الحيوية واستخدامها الصحيح، إصابات الأطراف وكيفية التعامل معها، خدمات التوجيه الوظيفي للباحثين عن عمل في وادي الحلو. مشاهدينا بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا اليوم، أكيد حلقتنا اليوم بتكون إن شاء الله طبية. بننتقل لفقرتنا الحين مشاهدينا أو لفقرة الصحف، وبنشوف بعض الأخبار المحلية اللي موجودة عندي. أول خبر مشاهدينا من صحيفة الخليج، سلطان يصدر مرسوما بإنشاء مجلس الشارقة للإعلام. طبعا هذا الخبر تتم في الصفحة 76. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام. ونص المرسوم رقم 6 لسنة 2017 على أن ينشأ بموجبه في الإمارة مجلس حكومي يسمى بمجلس الشارقة للإعلام، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية اللي تكفل تحقيق الأهداف اللي أنشأ من أجلها، ويكون مقر المجلس الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة. طبعا هنالك مثل ما ذكرت الصحيفة وذكر هذا القانون، هنالك أيضا في ترقيات ومناصب جديدة. من أهم هذه المناصب نقل وتعيين رئيس مدينة الشارقة للإعلام. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن نقل الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام إلى مدينة الشارقة للإعلام هيئة منطقة حرة، وتعيينه رئيسا لها وفق نظامها الإداري. وأيضا ترقية مدير مؤسسة الشارقة للإعلام. طبعا نص المرسوم على أن يرقى محمد حسن خلف مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة إلى درجة مدير عام، ويعين مديرا عاما لمؤسسة الشارقة للإعلام. طبعا ألف مبروك للدكتور خالد المدفع وأيضا الأستاذ محمد خلف على هذه الترقية، وكل التوفيق لهم إن شاء الله في هذا المنصب الجديد. مشاهدينا هذا أول خبر عندي من صحيفة الخليج. أما خبرنا الثاني أيضا من صحيفة الخليج لكن الملحق الرياضي أو الملحق الثاني، سالم القاسمي يشهد حفل تخريج برنامج الشارقة للقادة. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح أمس حفل تخريج الدفعة الثالثة من المنتسبين والمنتسبات في برنامج الشارقة للقادة اللي نظمه منتدى الشارقة للتطوير التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. طبعا مشاهدينا هؤلاء الخريجين يعتبرون من ضمن 350 خريج تخرجوا من هذا البرنامج اللي هو برنامج الشارقة للقادة. طبعا هذا البرنامج له أهمية مشاهدينا، ونحن نعرف أن إمارة الشارقة دائما مهتمة بالمبدعين في مجال القيادة. هذا برنامج يهدف إلى تطوير الناس اللي عندهم الروح القيادية ويجعلهم أناس قادة في المستقبل. طبعا هذا منتدى الشارقة للتطوير، طبعا هذه فعاليته منذ أكثر من 10 سنوات، بحيث أنه يصبح بيت خبرة في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية بأن يصبحوا إن شاء الله قادة في المستقبل. مشاهدينا هذا كان خبرنا الثاني من صحيفة الخليج. أما خبرنا الثالث أيضا من صحيفة الخليج، شرطة الشارقة تطلق تواجدنا لسلامتكم أو تواجدنا لسلامتكم في المنطقة الشرقية. أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة مبادرة تواجدنا لسلامتكم بهدف الحد من الحوادث الخطيرة على الطرقات والمدن أو مدن المنطقة الشرقية، وأكيد نشر الوعي المروري. طبعا هذه مشاهدينا أمس تكلمنا عن هنالك حملة كانت في نظمتها الإدارة العامة لشرطة الشارقة
السرقة فرع إدارة المرور للحد من الحوادث الخطيرة، وأيضا الحين بتكون أيضا في المنطقة الشرقية. دائما الإدارة العامة لشرطة الشارقة الهدف منها مصلحة المواطن أو الاهتمام لسلامة المواطن. مشاهدينا طبعا مثل ما شفنا تقلبات الجو، الأجواء وايد جميلة في المنطقة الشرقية، وأيضا سقوط الأمطار ممكن هذه تسبب أو تقود إلى حوادث. هذه الحملات ممكن أنها تنشر الوعي المروري وتخفف من هذه الحوادث اللي تصير خاصة في الفترة الأخيرة. مشاهدينا كانت هذه أخبارنا المحلية اليوم. بعد ما عرفنا الأخبار المحلية نروح نشوف درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة. مشاهدينا بعد ما شفنا درجات الحرارة اليوم ونشهد دائما نحن في المنطقة الشرقية أجواء جميلة، يعني اليوم مشاهدينا الجو جدا رائع في المنطقة الشرقية وإن شاء الله بيكون طوال هذا الأسبوع. والحين مشاهدينا بعد ما شفنا درجات الحرارة اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة نروح لأول فاصل من حلقة اليوم وبنرجع، خلكم ويانا.